بالظبط الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بالظبط اليوم والسلام. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا اجتهاد في مقام النص الصريح. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومتعوهن. في حاجة اسمها نفقة متعة للمطلقة، في مؤخر الصداق لها اللي هي من نفقتها مقدم ومؤخر. كون ان احنا نقلب الزواج الى عقد مدني نحاكى به المجتمعات غير المسلمة، هو ده الوضع بدليل. وعشان حضرتك نرصهم كده، ده انا بسميه وعلى مسؤوليتي، انا بقول لك على مسؤوليتي، قانون استحمار للزوج. هقول لك ليه للدرجات انا دي؟ بقول يعني مش انا كلام مسؤول كبير قوي ده. انا مسؤول عن كلامي. انا تنمر، اصل حضرتك بتقول لي تنمر واستحمار، ده كلام مش هقول لحضرتك ليه، نقول على الراجل كده. هقول لحضرتك ليه، اكمل كلامي. بس اصل حضرتك بتقول كلام كبير والله العظيم. انا مسؤول، انا مسؤول على اللي انا بقوله. تنمر واستحمار برضه، انا بقول وعبث وهزل وتهريج وتهريج. واليومين دول للاسف الشديد احنا عندنا بعض، اهو على مسؤوليته، اهو بعض النواب قاعدين في مجلس النواب للتنمر ضد الرجال فقط. اللي يطلع لي تقول لي مش عارف قانون معاقبه الزوج عن اغتصاب الزوجي، اللي هو قانون الضحك العمر، ضحك السنين، هذا قانون، ده كله طلع اليومين دول. اللي تقول لك اغتصام ثروه الزوج، وبعدين بعد اغتصام ثروه الزوج ندي ايه؟ والله لو عاشت 10 سنين تاخد الربع، مش عارف ايه، لو عاشت 25 تاخد نص ثروته. يعني لو متجوز اتنين وطلقتهم، دي تاخد النص الثروه ودي تاخد نص الثروه. دي تاخد نص الثروه ودي تاخد نص الثروه، والزوج ياخد صابونه. ما هو ده. لا 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 لا، يا جماعه يا جماعه، يا استاذ يا استاذه يا استاذ، انا ما قاطعتكيش. طب استاذ عصام، واحده واحده بس، واحده واحده، علشان ايه؟ نتكلم بهدوء، علشان ما نقولش برضو معلومات غلط. يعني حضرتك بتقول لو انا متجوز اتنين دي هتاخد النص ودي النص، لا دي هتاخد نص النص، يعني نص النص، يعني زي التاني بيتقسم على ستات كده. يا استاذه لا، ده القانون اللي متقدمه بيه، واحدى النائبات بتقول لك نص، لو متجوز واحده تاخد نص ثروته في حاله الطلاق. يعني لو اتنين ياخدوا الثروه، يعني لو اربعه ياخدوا الاتنين النص. طيب ماشي، لو اربعه ياخدوا النص، مش كده؟ بالظبط، يعني تقسمني. طيب لا، ما عندنا حاجه كويسه، وتاخد كليه وتاخد عين وتاخد رجلين. خلينا بس مره في موضوعنا النهارده. طيب، بعد اذن حضرتك يا استاذ عصام، ليه حضرتك شايف ان وثيقه التامين الجديده دي تنمر للرجل؟ هقول لحضرتك بس قبل ما اقول على تنمر للرجل وعدم مساواه، وقولي زي ما تقولي للصبح. لما اجي انا النهارده يكون عندي 13.5 مليون، استاذ اعترضت في برنامج قبل كده على كلمه عانس، 13.5 مليون عانس، هم بيسموه كده في اللغه العربيه، فوق سن 34 سنه. طب ما انا ممكن اقول لحضرتك ده تنمر ضد المراه، انك تقول عليها الاسم ده، ما ده تنمر. لا لا لا، مش لا لا، انا بقول لغه عربيه، ما بتنمرش. طب في راجل عانس برضه، في راجل متجوز. والله والله هاتوا اي حد يقول غير كده. بس ما معنى كلمه العلوسه في اللغه العربيه؟ والراجل عانس برضه، ما فيش مشاكل، عادي جدا. 13.5 مليون عانس، وعندي 7 مليون مطلقه، وعندي 3 مليون ارمله، يعني عندي 23 مليون سيده بلا رجل. لما يكون عندي 250 حاله طلاق سنويا، كل سنه بيزيدوا وبيقل حاله الزواج، وفي عزوف من الشباب على الزواج، واجي اطلع قانون عشان اقول للناس ارعبهم وادلهم فزاعه ما تتجوزوش. طب ايه الرعب اللي هيحصل للراجل؟ هقول لحضرتك، عشان هيدفع 75 جنيه بصرف حتى لو جنيه. قولي ليه؟ قولي ليه؟ وتعبقيني يعني 75 جنيه دولت هم اللي هيعملوا المشكله عند الراجل؟ لا معلش، وتعبقيني باعباء ماديه. ال 75 جنيه دولت والله لو دلوقتي جنيه بقوا 8 علبه سجاير. ولو جنيه ولو جنيه، اعباء ماديه غير قانونيه، دي نمره واحد. اثنين، انت النهارده بتشترطي عليا وانا حق ان انا اتزوج ان انا ادفع وثيقه اجباريه. طب الوثيقه الاجباريه دي ودون تحكم هتدفع على اساس الزوجه ايه؟ يعني الزوجه اللي عندها 20 سنه الوثيقه زودوها بقى؟ يعني مثلا زي تامين العربيات، العربيه التويوتا بكام والعربيه لا لا لا، انا معلش، لا 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 لا، بص لا انا برضه القانون ده سن الزوجه يا اللي عمل القانون. لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش ده، تهكم بقى، ده اهانه كبيره للمراه، ما ينفعش للمراه يطلع القانون اللي هو. لا ده بصي، ما ينفعش يقول اللي عندها 20 واللي عندها 30. الاسلام قرر المراه اللي بيطلع القانون وبيحط وثيقة تأمين للزوجة بيساوي بيها زي السيارة زي خلافه، هو اللي بين المرأة، مش أنا اللي بينها. لا هو بعناش، لا هو بيحفظ كرامة المرأة. لا حاجة تانية، أنت النهاردة النهاردة بتدي شيء أو وسيلة للزوجة عشان تتطلق.
ده في ستات بتطلق النهارده عشان تاخد معاش والدها المتوفي، وده موجود. وبعدين لما تيجي تقولي لي بعد 3 سنين او الطلقه الباقنه الطلقه الثالثه، يعني الست اللي عندها النهارده في فساد للزمن، في خراب للضمائر. لما تيجي ست يكون النهارده متطلقه مرتين تقول لك لما اطلق احسن الطلقه الثالثه عشان اخد الوثيقه، هتيجي تقولي لا والله مش معقوله في واحده بتطلق عشان تاخد الوثيقه. لا، في وفي زوجه ممكن تتفق مع الزوج على الطلاق الطلقه الثالثه عشان يقتسم الوثيقه. طيب خليني اخد رد حضرتك، اتفضلي. لا طبعا انا برفض كل الكلام ده، لان في ست مصريه اصيله محترمه متربيه تعرف ربنا وتتقي الله فيه في بيتها وفي اولادها، تقدر ترضى ترضى ان هي تخرب بيتها عشان 25000 جنيه ولا 25. طب خلينا نسمع استاذه اشجان الاول، بصي يا فندم. واللي بتتجوز عرفي عشان تاخد المعاش بيبقى برضا الراجل، هو انت ليه بيبقى الراجل عايز كده؟ لانه هو عاطل ومعهوش قرش، فبيضطر يقول لها انا موافق على الجواز العرفي عشان تجيب له قرش في البيت. وفي راجل بيشغل مرته خدامه وبتمسح السلالم في البيوت، أيوة، واحده واثنين وثلاثه عشان يجيبوا له فلوس. انت صورتيني ان كل السيدات عن الناس، صورتيني كل سيدات مصر، يا اسمعيني، كل سيدات مصر يعني في اخلاق ستنا عايشه. طيب الكلمه اللي خلينا نسمع رايك. انا اتمنى طبعا ان كلنا نرجع لحضرتك. لا مش كله، مش كله طبعا. بعد اذن حضرتك خليني اسمع راي استاذه اشجار، اتفضلي. فبالنسبه لراي حضرتك ده انا برفضه تماما تماما، ما ينفعش يتقال على الست المصريه الكلام ده. تاني الحاجه الثانيه، ما انا هردها لحضرتك. الحاجه الثانيه ان في راجل اصلا بيجبر المراه على التطليق بدون اي حاجه، من قبل ال 25000 جنيه دول العمي دول اللي هي هتطلق، بيجبرها على من الضرب، من الاهانه، من عدم الانفاق، من هو انا جات لي واحده جوزها ضربها علقه عشان بتقول لها هات علبه عصير للطفله، للبت الصغيره، للبت باللفظ كده بتقول للبت الصغيره. فالراجل اللي زي ده الست هتدنها عايشه تضر، لا وايه وضربها وطردها. ولما راحت لاهلها يا استاذه، لما راحت لاهلها ما استحملوش عيالها، يلا روحي على حالات فرديه تدنها لا حضرتك، لا معلش، ما هو برضه كله اتعمل عشان حالات فرديه. طب خليني اروح لاستاذ عصام. فما ينفعش ان انا اهيني المراه ليه الدرجات دي. لا انا عايزه ازيد من البيت شعرا حضرتك. فضل. على موضوع ان الست ان الدوله دلوقتي بتتجه نحو حفظ كرامه المراه. قبل ما اجيب لها ال 25000 جنيه يا استاذه انجي، دول هيخلصوا شهرين ثلاثة أربعة زي ما يكون لحد ما زورها الأحكام بتاعتها. طيب أنا ليه الست اللي ما تشتغلش؟ ليه الدولة أو شؤون الاجتماعي اللي هي وزارة التضامن الاجتماعي تجد لها عمل في مشاغل في مصانع، تجد لها مكان يحفظها ويحفظ كرامتها من الشارع، لأن في أهالي بتطرد البنت بعيالها وده موجود. يعني دور الحمايه ده، في حاجه اسمها دور الحمايه في الدول العربيه كالسعوديه مثلا، دي بتديها اوضه هي وابنها وهي بنتها تعيش فيها لحد ما يتحكم لها باجر مسكن، بدل ما تترمي في الشارع وتتسكع عند دي ودي تطردها وتتحكم فيها ودي تخدمها واهلها يبهدلوها. في ناس بتبهدل ولادها وده سبب الزيجات الفاشله، ان هم بيرموا عيالهم عشان يخلصوا منهم، فهترجع لها بعيل او ترجع لابوها بعيل هيقبلها هي وعيالها. فال 25000 جنيه حفظا مش الست المقتدره، الناس اللي بتشتغل ومعاها وظيفتها ومعاها مرتبها دي، انا يا سيدي اعمل تحريات لو الست دي معاها مرتب محترم ما تديهاش الفلوس، انا موافقه على كده، انا مش محتاجه ال 25000 جنيه. لكن في ستات فعلا محتاجين ال 5 جنيه يا استاذه. اتكلمي يا استاذه عصام، هرجع لحضرتك بس دقيقه واحده. انت دلوقتي محامي ليك اسمك في السوق، لو جات لك ست مطلقه والست دي انت فعلا ما بحثت في الموضوع لقيتها فعلا مظلومه واحتاجت انها تتطلق، يعني طلاق بائن لضرر شديد حصل عليها، اوكي؟ جات قالت لك انا دلوقتي عايزه ارفع قضيه علشان اخد النفقه بتاعتي واخد المؤخر بتاعي وكده، حضرتك كمحامي انت عارف هتقول لها احنا هياخد وقت، يعني مش هتروح بكره المحكمه تعمل القضيه، بعد بكره ولا حتى بعد شهر هتكسب القضيه، وانت محامي يعني ليك اسمك فهتكسب القضيه، هتاخد شهور. وقت الست دي بقى، الست دي اللي جات لحضرتك واللي حضرتك عارف انها اتظلمت وبحثت حالتها ولدرجه انك خدت القضيه بتاعتها، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه عقبال ما تاخد حقوقها اللي كفلها لها القانون؟ طيب اولا اللي حضرتك بتقوليه لا ينطبق على الواقع. ليه؟ اولا الوثيقه اللي متقدمين بيها في حاله الطلاق البائن بينونه كبرى. بينونه كبرى يعني اتطلقت 3 مرات. اقول منطبق لا ينطبق على الواقع لان الست من حقها ترفع دعوه نفقه زوجيه وهي متجوزه.
مش وهي مطلقه. ما بيحصلش عمليا، ما بيحصلش، مستحيل. انا مش عارف انا جاي عمليا يا استاذه، يا استاذه اوصل المعلومه ارجوكي لما حضرتك بتتكلمي. ما منعهاش بس ما بيحصلش، خلينا نسمع. مش هتبقى طريقه حوار. طيب هي بتتكلم انا بسكت، انا بتكلم حضرتك. اتفضل يلا اتفضل. وبالتالي لو دي انها زي ما بيقولوا هتسندها لغايه ما تاخد النفقه، لا ده الست بترفع نفقه، و85% من قضايا النفقه اللي مرفوعه في المحاكم الست بترفعها وهي لسه لم تطلق. فعلا؟ طبعا. ده الكلام ده على عهده حضرتك يا استاذه؟ في قانونين سامحيننا. بترفع دعوى نفقه تروح تقعد عند بيت ابوها، وبعدين بترفع دعوى طلاق تقعد لها سنه او ست شهور او سنتين، وبعدين يتجمد نفقه عليه لان النفقه من تاريخ الامتناع او من تاريخ المطالبه.